في تفاصيل الأزمة الأوكرانية، أعلنت الرئاسة الروسية الكريملين أن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على إجراء محادثات بشأن أوكرانيا. وأكد الكريملين أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مشددا في الوقت ذاته على أن مواقف أوكرانيا والغرب لا تسمح بإجراء محادثات بشأن أوكرانيا في هذا الوقت. كما دعا الكريملين إلى عدم التسرع في إعلان الانتصار في مدينة سوليدار الاستراتيجية بشرق أوكرانيا. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المعارك ضد القوات الأوكرانية لا تزال متواصلة في مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن القوات الجوية الروسية تضرب معاقل القوات الأوكرانية في المدينة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وحدات هجومية تقاتل في المدينة. سوليدار التي تشكل نقطة انطلاق للسيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية شرقي أوكرانيا تشهد معارك طاحنة بين الجيش الروسي والأوكراني، ومع تكبد قوات الطرفين خسائر فادحة في بعض من أشرس المعارك منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل نحو 11 شهرا، أعلنت مصادر أن الجيش الروسي بات يسيطر على المدينة وأن المعارك تدور حاليا في بعض الجيوب داخل المدينة وأطرافها. وتقع باخموت على خط إمداد استراتيجي بين منطقتي دونيسك ولوهانسك اللتين تتألف منهما دونباس، أهم منطقة صناعية في أوكرانيا. ومن شأن السيطرة على باخموت منح روسيا منطلقا للتقدم نحو مدينتين كبريين هما كراماتورسك وسلوفيانسك شرقي أوكرانيا، وتعطيل خطوط التواصل الأوكرانية. السيطرة على سوليدار ليست نهاية المطاف، إذ تحشد القوات الروسية كامل قواتها لمواصلة المعارك مع تواصل الدعم الغربي العسكري اللامحدود لأوكرانيا، الأمر الذي ينذر باستمرار المعارك لشهور أخرى واستبعاد أي محادثات سلام تنهي الحرب المستمرة منذ 24 من فبراير العام الماضي. على صعيد آخر، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تصديها لهجمات روسية بالقرب من 13 منطقة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الهيئة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 14 غارة على فرق روسية، ومن بينها 4 ضربات على مواقع لنظام الدفاع الجوي، ولفتت إلى أن وحدة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ضربت 3 مواقع قيادة روسية وموقعين لقوات الصواريخ والمدفعية و8 مجموعات من الأفراد. وأوضح البيان أن القوات الروسية شنت 6 ضربات صاروخية و16 ضربة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أكثر من 50 مرة، وتحديدا على البنية التحتية المدنية في مناطق مثل خاركيف ودونيتسك وخيرسون. عقد مفوضا حقوق الإنسان الروسي ديمترو لوبينيتس والأوكراني تاتيانا موسكالكوفا اجتماعا نادرا بين مسؤولين من البلدين. بحث الاجتماع الذي يعد الأول على هذا المستوى بين مسؤولين روس وأوكرانيين منذ عدة أشهر، بحث مجموعة واسعة من الملفات الإنسانية والحالات المتعلقة بتقديم مساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين، قالت إن الاجتماع الأسبوعي للمفوضية سيبحث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والدعم الأوروبي لكييف. وأكدت فوندرلاين أن علاقات المفوضية مع حلف شمال الأطلسي الناتو تعززت وأن التعاون المشترك وصل لمستويات عالية. وشددت رئيسة المفوضية على ضرورة تقوية الإمكانيات الدفاعية لأوروبا للتصدي للتحديات التي تهدد المنطقة، كما طالبت بإطلاق قوة مشتركة بشأن البنية التحتية تعمل على المواصلات والطاقة والفضاء والتكنولوجيا.
will work hand in hand to identify key